هل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وإن كانت لا تجوز ما هو خطره يوم القيامة؟ هذا السؤال يتعجب منه، هل تجوز صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، سبحان الله، من الذي يقول هذا؟ الذي يترك صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس متعمدا هذا خرج من الإسلام على رأي من يرى أنه يكفر بترك فريضة واحدة.